سعياً لتعافي القطاع السمكي في حضرموت، وقعت السلطة المحلية بالمحافظة مع السفير الفرنسي لدى بلادنا السيد جان ماري خلال زيارته إلى مدينة المكلا عقد لمشروع دعم صمود قطاع صيد الأسماك في اليمن بالتنسيق مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي، والذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي وتمويل وزارة الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية مركز دعم الأزمات للحفاظ على سبل العيش وتعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في التعافي بعد الأزمة وبقيمة مليون يورو. بقيمة مليون يورو، أول مشروع في اليمن حظيت به مدينة المكلا الوكالة الفرنسية للتعاون التقني الدولي، يستهدف 50 صيادا وجمعيات سمكية وإعادة لتأهيل صالة الحراج لموقع الإنزال السمكي المشروع الرابع، بهدف تعزيز قدرات القطاع السمكي بحضرموت وتحسين جودة تداول الأسماك وتسويقها. انطلاق مشروع التنمية الفرنسي اليوم في قطاع السمكي عن طريق خبراء فرنسا هو يمثل عودة فرنسا إلى المشاركة في تنمية اليمن. كل التمويل من الخارجية الفرنسية عبر مركز الأزمات، وتقدم فرنسا اليوم مليون يورو لصيادي المكلا. في هذا الافتتاح تؤكد الوكالة دعمها لجهد التنمية التي تبدأ بأول مشروع لها في محافظة حضرموت. ونشكر السلطة المركزية والسلطة المحلية والهيئة بما توليه من دعم لفريق العمل في سبيل إنجاح المشروع الذي يهدف لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لصغار الصيادين والمساهمة في تحسين البنية التحتية لأحد مراكز إنزال الأسماك لتحسين جودة تداول الأسماك وتسويقها. إن ما يميز هذه الاتفاقية التي يتم توقيعها اليوم في حضرموت إنها تلامس شقين مهمين. الأول البناء المؤسسي لجمعية تعاوني صيادية المكلا وخمسين صياداً بأصول إنتاج ومعدات صيد وإقامة دورات تدريبية لتأهيل الصيادين للحفاظ على الجودة وصيانة مكائن الصيد وكيفية التصرف عند الأزمات والكوارث. ويحتل الشق الثاني للاتفاقية أهمية كبيرة كونه يعني بالتدخل المباشر لتطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة تأهيل أرضيات وصالات الحراج للمشروع السمكي الرابع بمنطقة خلف بالمكلا. على نغم الرقصات الشعبية الحضرمية البعيدة عن واقع هذا القطاع السمكي المتدهور، تم استقبال السفير الفرنسي والوفد المرافق له خلال زيارة ميدانية إلى موقع الإنزال السمكي للاطلاع عن كثب على مزيد من التفاصيل حول الموقع الذي سينفذ فيه المشروع، وجولة بحرية استطلاعية تعرفوا خلالها على طبيعة العمل وآلية دخول وخروج قوارب الصيد الوافدة لموقع الإنزال. المشروع طبعا بيخدم نحن وبيقدم ايضا خدمة للناس كلها بحيث انه يظل شغال على مدار 24 ساعة، وهذا طبعا خدمة جيدة تشكر عليها الدولة الفرنسية والجهات كلها التي ساعدت في ايجاد هذا المنحة. اجتماع آخر خاص جمع السلطة المحلية بالمحافظة والوفد الفرنسي فقط، وهذه التدخلات الفرنسية هل ستساهم في تعافي أهم القطاعات في حضرموت والذي شهد تدهورا كبيرا خلال الفترات الماضية، أم أنها ستمضي كغيرها دون فائدة المواطن منها؟